أهلا بكم من جديد. أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة التركية في دورها الأول سينان أوغان دعمه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري الأحد القادم. وقال أوغان الذي حل ثالثا في الدور الأول من الانتخابات، قال في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في العاصمة أنقرة، أنه وبعد التشاور مع المسؤولين في حزبه تقرر دعم أردوغان في مواجهة مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة. أعلن أننا سندعم مرشح تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات. أدعو ناخبينا الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى إلى دعم السيد أردوغان. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الحرة شهدي الكاشف. شهدي، أهلا بك معنا. ندخل في المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، وهل رشحت طبيعة التفاهمات التي تمت بين الجانبين؟ يعني على الأقل حتى الآن ليس هناك تعليق من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقف سينان أوغان سوى الترحيب بالتأكيد بالقرار في خطاب قبل قليل للرئيس التركي، ولكن دون الحديث عن ما إذا كان لهذا القرار تبعات لها علاقة بوعود ربما قطعها أردوغان لسينان أوغان. أوغان كان تحدث في المؤتمر الصحفي اليوم عن أنه عن أسباب لماذا هو أراد أن يختار أردوغان وليس كمال كليتشدار أوغلو، وقال بشكل واضح بأن أردوغان أقرب لتحقيق الوعود طالما أنه يحظى الآن بأغلبية في البرلمان وفقا لنتائج الاقتراع التي جرت في 14 من هذا الشهر. وأيضا هو قال بأن هناك شروط كانت لسينان أوغان تتعلق بملف مكافحة الإرهاب، كما قال ما يتعلق بالصناعات الدفاعية وضرورة أن تكون لتركيا استقلالية في هذا الملف، إلى جانب ملفات تتعلق بالاقتصاد وخفض نسب التضخم، وأيضا ما يتعلق بملف اللاجئين والذي كان واضحا بأنه كما يبدو هناك نوع من التفاهم حول تحديد مدة زمنية واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. ولكن كل ذلك الآن ربما يعني يتراجع في أهميته بعد التطورات الأخيرة التي حدثت، لا سيما وأن سينان أوغان هو زعيم تحالف الأجداد والذي يضم عدد من الأحزاب، ولكن الحزب الأهم في هذا التحالف هو حزب ظفر أو حزب النصر الذي يقوده الزعيم اليميني المتطرف أوميت أوزداغ، والذي قال بشكل واضح في تغريدة له اليوم بأن قرار سينان أوغان لا يمثل التحالف ولا يمثل إلا سينان أوغان شخصيا، وهذا بالتأكيد تراجع مهم بالنسبة لهذا التحالف، ربما يضعف قيمة هذا التحالف من ناحية. وأيضا للإشارة إلى أن في هذه الأثناء أوميت أوزداغ زعيم حزب الظفر يعني يتناول طعام العشاء مع كمال كليتشدار أوغلو، وقال صراحة بأنه سيعلن الموقف صباح يوم غد إلى من سيقف في الجولة المقبلة من الانتخابات، وهذا بالتأكيد سيكون له تبعات مهمة إذا ما أضفنا لذلك إلى أن بعض المصادر في صحف المعارضة تقول بأن حتى محرم إنجا الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل الانتخابات سيعلن أيضا موقفا ربما يكون داعم لمعسكر المعارضة. أنا أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول مراسل الحرة شهد الكاشف، شكرا جزيلا لك.